صباح الخير يا اللي معانا في اي مكان في العالم، لان احنا واثقين ان جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم بيتابعنا ويبقى حريص دايما ان هو يعرف اخبار النادي الاهلي، وكمان يعني طبعا الجديد مع المنتخب وغيره من خلال قناه النادي الاهلي طبعا على مدار اليوم. صباح الهنا والرزق يا رب، حلقه جديده. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي عايزين نستهلها بان احنا بقى ايه المره دي على صعيد احنا على صعيد الاهلي وعلى الصعيد النهواندي لازم نبتدي ونقول يعني صباح النصر. صباح النصر طبعا، ونهنئ انفسنا ومليون مبروك وشغل عالي، بس عايزين نشوف له كده انعكاس على الشاشه. فين يا اخوانا الصور الحلوه اللي الواحد بيستناها؟ الله الله ايه ده، والله ما اعرفش ان هم الله معانا. الله الله الله، نهنئ انفسنا مليون مبروك. طبعا مبروك علينا، حاجه جميله جدا. بص يا كريم، الواحد بيسعد والله. طبعا مبروك لقناه النادي الاهلي بكل العاملين فيه، بكل المديرين، بكل الاعلاميين، بكل الزملاء، لان النجاح ده ما بيكونش نجاح شخص واحد او اداره لوحدها او مذيعين لوحدهم، نجاح متكامل بجد. فمبروك علينا يعني من اصغر واحد لاكبر واحد في قناه النادي الاهلي، ودي مش المره الاولى، يمكن دي المره الثالثه على التوالي يعني. ويمكن قناه الاهلي كمان يا كريم فازت بالعديد من الجوائز والتكريمات قبل كده، وده يدل على النجاح ونجاح المنظومه. وبطبيعه الحال انت تابع للنادي الاهلي، فيعني اكيد اكيد لما هتكون تابع للنادي الاهلي لازم هتكون ناجح. فالف مبروك علينا جميعا. وبالنسبه يعني افضل اعلاميه رياضيه طبعا اعتقد، ولولا جماهير النادي الاهلي والتصويت يا كريم ما كنتش فزت، فده في الاول وفي الاخر يرجع للجماهير. انا مش بقول كلام كليشيه او طالعه يعني بقول كلام وخلاص، لكن ده حقيقي، لان انا ما قلتش لاي حد، حتى والله ما عملت الشير لصوره قلت لحد يصوت ليا من حتى قرايبي او غيره، بجد والله ده كله لجماهير النادي الاهلي. فانا بشكر حضراتكم جدا، بشكر فريق الاعداد اللي معانا، بشكرك يا كريم، لان لولا برضو ان انا بشتغل مع اعلامي ناجح ما كنتش انا اكيد كان بجد والله ما كنتش انا كمان نجحت. مليون مبروك، مبروك علينا جميعا، ومليون مبروك للنادي الاهلي، ويا رب دايما النادي الاهلي ناجح، ويا رب دايما بيتوج هو وابطاله وكل رياضيين في كل المحافل الرياضيه على مستوى العالم كما هي عاده النادي الاهلي. في حلقتنا النهارده وفي ساعتنا الثانيه هيكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون فيها حديث مطول عن الرياضات والالعاب الاخرى. حضراتكم بتتابعونا باستمرار واكيد خدتوا بالكم ان احنا بنفس القدر اللي بنهتم بيه ان احنا نتكلم عن الكوره بحكم ان هي كره القدم معشوقه الجماهير في كل زمان وفي كل مكان، لكن ده ما بيخليناش ابدا ان احنا نهمل الملفات الاخرى، لان احنا على صعيد الرياضات الاخرى الحقيقه في انجازات حلوه جدا 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 تستحق الدعم وتستحق الاشاده على صعيد النادي الاهلي وعلى صعيد الرياضه المصريه بشكل عام. فهيكون في فقرتنا الاولى حديث مطول عن الرياضات الاخرى مع الناقد الرياضي احمد رشاد. الفقره الثانيه بقى هي اللي هتكون كرويه بحته، ودي الفقره اللي هينورنا فيها الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. بنسعد بوجود زميلنا العزيز احمد رشاد بصراحه طبعا، لان هو طبعا كمان من النماذج ومن الزملاء اللي بيطور دايما نفسه وبيشتغل دايما على نفسه. صحيح. انا بحب جدا الناس اللي هي عندها طموح وبتطور من ادائها وبتعمل وتجيب معلومات وبتذاكر، بصراحه نشهد ليه يعني فعلا زميلنا احمد رشاد على النقطه دي، فبالتوفيق، واعتقد هتكون فقره فعلا ممتعه جدا. نبدا بقى الكلام زي ما احنا متعودين، واكيد الحديث الابرز حاليا والاهم هو الحديث عن منتخب مصر، ويمكن لسه احنا دلوقتي بنتابع وردود الافعال عن ماتشين جيبوتي وسيراليون مستمره ومستمره على كل البلاتفورمز او كل المنصات يعني لو انت تابعتها سواء على السوشيال ميديا او حتى في الصحف والمواقع المختلفه وحتى في المنابر الاعلاميه. ده الملف الابرز حاليا، الناس كمان بتحلل الاداء، بتتكلم عن الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده. فكره كمان الحديث ان الشناوي ده اتكرر اكتر من مره، ان الشناوي في المباراه الاخيره تحديدا لو ما كانش مركز، لو ما كانش في يومه امام مباراه سيراليون كنا استقبلنا اكتر من هدف. صحيح. وقال لك ده كان هيبقى خطوره جدا وكانت هتبقى حاجه وحشه جدا وهتبقى بدايه وحشه جدا كمان وسيئه جدا على يعني المنتخب. لكن انا من وجهه نظري ان اكيد اكيد الجهاز الفني للمنتخب طبعا بقياده هذا الرجل المحترم وبشوفه المحترف ايضا فيتوريا هيشوف كل الاخطاء وهيشوف الماتشين وهيذاكرهم كويس قوي، واعتقد هيحدد وهيقدر ان هو يحدد نقاط الضعف والقوه اللي عندنا وايه الاخطاء اللي عايزين نشتغل عليها. وانا اتمنى شخصيا كمان ان احنا نحاول الفتره اللي جايه نثبت التشكيل شويه، لان مهم جدا كمان يبقى عندك قوام اساسي لمنتخب مصر عشان مرحلة الدخول، ودي المرحلة المهمة جدا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لأن أنت هتلاقي طبعا مستويات تانية خالص وتماما تحديات كمان أكبر بكتير. احنا قلنا احنا لسه في الأول، لسه في البداية، لكن اللي جاي أكيد أصعب بشكل كبير جدا بالنسبة للمنتخب، فالمنافسة هتبقى أشد. فكمان احنا محتاجين جدا إن شاء الله كأس الأمم وبعد كده كمان التأهل لكأس العالم، فإن شاء الله كل التوفيق، لكن محتاجين تركيز، محتاجين نشتغل على أخطائنا. وأنا أعتقد المباريتين دول وحتى إن كان في
فيهم فنيات او فنيا بعض النقاط اللي احنا عايزين نشتغل عليها، لكن كويس قوي ده تشتغل عليه عشان بعد كده ان شاء الله افريقيا. يعني ده كده زي تمهيد علشان بعد كده انت لما تروح بقى افريقيا تلاقي ان انت رايح على اكمل وجه او بالصوره الافضل لديك. فيعني انا شايفه ان في جانب ايجابي برضو من اللي حصل. طبعا خلونا نتعامل مع الماتشين اللي فاتوا وكانهم يعني ماتشات وديه المنتخب دخلها عشان يسخن كده استعدادا لما هو قادم، لان ما هو قادم مش هين ابدا. وعلى فكره برضو استكمالا لكلام الهواندو، وبرضو فرصة قبل ما نقفل مع حضراتكم الكلام عن المنتخب وإن كنا هنقفله أكيد بشكل مؤقت، لكن في تفصيلة كده الواحد خد باله منها الفترة الأخيرة. يعني مش معنى أننا أخيرا وبعد طول غياب لعبنا في مجموعة في المتناول أو مجموعة يعني على قد الإيد أو سهلة نسبيا، ده مش مبرر أن احنا نقدر كل شوية نقول إيه أو نردد كلمة أن التأهل مضمون 100%. ليه بقول الكلمتين دول؟ لأنه كالعادة وارد جدا أن تحصل أي مفاجأة سخيفة غير متوقعة وغير مستحبة. وعلى فكرة ده حصل بالفعل مع كذا حد، يعني حصل مع منتخب نيجيريا فقد نقاط في منتهى الأهمية في أول جولتين دي. كان بيلعب مين بقى نيجيريا؟ كان بتلعب مين؟ ليسوتو، وبعدها ماتش مع زيمبابوي. ونيجيريا دي اللي هي مين؟ هي مرشح فوق العادة دايما، ودايما عندها أعلى سكواد، ودايما عندها أعلى قيمة سوقية في إفريقيا بالكامل. فوارد أن النوع ده من الأمور يحصل. كمان إحنا القدر دايما كان بيوقعنا مع المغرب، ومرة مع السنغال، ومرة مع كوت ديفوار والكاميرون مع بعض، ومرة الجزائر، ومرة غانا. تبقى المرة الوحيدة اللي معانا فيها مجموعة في المعقول، ما نقعدش بقى نبر كل شوية ونقعد فاهم ازاي نتكلم ان الموضوع خلاص خلصان، مش شرط. انا بتفق معاك. على فكرة اصلا حتى سيراليون يعني احنا بنتكلم ان هي فنيا بعيدة، لكن احنا يعني التاريخ معاها مش افضل شيء. يمكن احنا اخر حاجة كانت 2012، وتاريخنا عامة هي فازت مرة واحنا تعادلنا بعد كده مرة، فهي مش افضل حاجة برضو. يعني حتى وان كان فنيا بعيد، لكن انت فعلا في بعض المباريات اللي هي مفروض سهلة لا ما بتبقاش او ما بتحصلش على النتيجه اللي انت عايزها في بعض الاحيان، وخصوصا قلنا التصفيات كمان. تصفيات المونديال اول مبارياته بتبقى غير موفقه فيها مصر، لكن السنه دي او هذا الموسم هذا العام اختلف الوضع بشكل كبير، وده اللي ادانا دفعه ايجابيه شويه ان اللي جاي ربما يكون مختلف تماما على منتخب مصر ويرجعنا شويه ل 13 سنه. يعني مش كتير بس يعني 13 سنه. لا والله انا هوند كتير قوي على منتخب بلدك، يعني كتير قوي جدا حقيقة. طبعا لان في ال 13 سنه دول يا كريم مش بس انت مستواك بقى يعني مش هقول متدني لكن تراجع في مش دي بس، لا الحاجه الثانيه كمان واللي تزعلك ان في بقى في 13 سنه دول منتخبات عدتك بكتير وكانت هي قبلك او انت كنت سابقها يعني بمراحل، لكن للاسف الشديد هي دلوقتي عدتك بكتير، وعلى فكره منهم المغرب ومنهم الجزائر وغيره. فهي دي النقطه كلها، ان انا كنت اتمنى ان انا احافظ على الصداره بتاعتي ان انا تاني انا منتخب مصر، هي دي النقطه كلها. على كل حال برضو انا متفائله، مش عايزين نصدر روح يعني سلبيه شويه، عايزين نثق في المنتخب. قلنا دي حاجه مهمه قوي، الثقه والدعم مهم جدا حتى وان كان دعم معنوي. يعني هقول مش 100% حاسينه او مش في 100%، لكن ده بيوصل، والثقة دي مهمة جدا. وفكرة ان انت برضو تبقى موصل للمنتخب وللعيبة حتى من المنابر الاعلامية من الصحف من السوشيال ميديا ان احنا واثقين فيكم في ظهركم بتفرق بشكل كبير. على فكرة، النقد اللاذع والنقد المستمر ده هدام جدا. تأكيدا للي انت بتقوليه ده، فكرة انه بيوصل للعيبة طبعا بيوصل، والروح دي بتوصل للعيبة. اللي يأكد الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول محمد صلاح شخصيا في اللقاء الصحفي اللي بعد الماتش الاخراني، لما قال نصا ان الحضور الجماهيري يعني مش قد كده، يعني قال ما معناه انه مش قد كده. فواصله واضحه للعيبه كلها. فاحنا بطبيعه الحال حتى من منطلق وطني لازم لا نملك غير ان احنا ندعم المنتخب ايا كان حاله وايا كان وضعه، لكن مع العمل الجاد الدؤوب على اصلاح اي اخطاء في حال وجود اخطاء. انا بتفق معاك. من ملف المنتخب خلونا نروح لملف النادي الاهلي ونتكلم عن برضو المرحله اللي جايه. عندنا حوالي تقريبا 5 مباريات كمان ما بين هنا افريقيه ومحليه قبل ما ندخل بقى في نهائيات كاس العالم للانديه شهر ديسمبر اللي جاي. عايزين نتكلم تحديدا يعني كلها 3 ايام وهتبدا اولى بقى واول تحدي في دوري ابطال افريقيا مرحله هنا المجموعات امام ميدياما الغاني. اتكلمنا عن ميدياما الغاني امبارح واتكلمنا عن تاريخه لان مش كل الناس عندها بعض المعلومات عنه، هو برده مش من الفرق المشهوره قوي يعني. صحيح.
ودي هتكون الجولة الأولى يوم السبت تحديدا 25 نوفمبر في القاهرة. مطلوب جدا جدا حصد أول 3 نقاط عشان بقى من بدري نقدر إن احنا نبعد عن أي سيناريوهات صعبة. القصة كلها كريم برضو أنت عايز تبعد ذهنيا وكمان بلغة الأرقام عن أي توتر ممكن إن هو يصيب المنتخب، فعلى قد ما تقدر لو هتقدر تحسم احسمها وخلص، عشان السيناريوهات الصعبة اللي كل سنة على فكرة بنوصل ليها أو بنعرض نفسنا ليها ما تحصلش النسخة دي، نتمنى يعني. بعد كده أنت هتلعب مباراة محلية في الدوري هيكون يوم الثلاثاء 28 نوفمبر مع سموحة، وأكيد برضو الحفاظ على قمة جدول الدوري أمر مطلوب جدا طبعا. جدا بعد ما كسبنا 3 ماتشات وتعادلنا آخر مباراة أمام الجونة، فتركيز مطلوب، اهتمام مطلوب، فصل بين المباريات مطلوب، وإن كان أصلا الأيام هي اللي بتفصلك بين البطولة والبطولة طبعا. ده الفصل ده ما تفكريش قوي في موضوع ما تتعشميش فيه قوي فعلا، بس ده في ديسمبر بالذات يعني ديسمبر هيكون شهر مضغوط جدا. الأهلي هيلعب بعد كده على فكرة يوم 2 ديسمبر تاني مباراة لي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أمام يونج أفريكانز التنزاني. الماتش ده هيتلعب خارج القاهرة، هيتلعب تحديدا في دار السلام في تنزانيا، وهي طبعا مواجهة مش سهلة أبدا بأي حال من الأحوال. وهنرجع بعدها بأربع أيام يعني يوم 6 ديسمبر هنلعب مع فريق زاد في مسابقة الدوري، وبرضو الماتش ده أكيد مش هيكون ماتش سهل، لأن نادي زاد الحقيقة ماشي بشكل مميز جدا في هذه النسخة من الدوري. وبعدها هنلعب مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. الماتش ده هتلعب يوم 9 ديسمبر وبعدها ب3 أيام، وده هيبقى ختام مباريات الفريق قبل ما يدخل في منافسات كأس العالم للأندية، وهتكون أول مباراة في هذا الإطار يوم 15 ديسمبر. طبعا هتتلعب مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وغالبا غالبا الكلام هيكون على اتحاد جدة السعودي بطبيعة الحال. لكن نرجع ونقول انه يعني التواريخ بتاعة الماتشات كلها يعني متقاربة جدا، تقريبا كل 3 أيام في ماتش وفي منافسات مختلفة، سواء الدوري محليا ودور الأبطال دوري الأبطال قاريا ثم كأس العالم للأندية. والأهلي ما ننساش ان هو حامل اللقبين الدوري ودوري الأبطال، فشهر مهم جدا ومليان فعاليات ومليان ماتشات وعلى كل الاصعده، فيعني الواحد حتى بيفرهد من متابعه اللعيبه، ما بالك اللعيبه نفسهم عاملين ازاي. صحيح طبعا طبعا شيء اكيد بيكون صعب وضغوطات كبيره، لكن برضو احنا ك يعني نادي اهلي ما عندناش ابدا موضوع ان انت تعلق اي مشاكل عندك، اصل احنا مضغوطين، اصل الملعب مش حلو، اصل مش التحكيم كذا، احنا دايما بنبقى لان دي حاجات برضو خلي بالك متكرره يعني بتحصل معاك كل موسم كل سنه، فخلاص بيبقى امر واقع وبتبتدي يعني ما تركز عليه، رغم ان هو برضو محتاج تغيير وتعديل لكن ما بتركز عليه كتير، فده طبيعة الحال للأسف الشديد. لكن أكيد أكيد فترة صعبة، محتاجين أكبر تركيز ممكن من الجهاز الفني ومن اللعيبة، كل التوفيق لهم بإذن الله. خبر بقى مهم جدا وخبر حلو جدا 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 اسعدني انا على المستوى الشخصي، وهو ان اتحاد المصارعه تلقى اختار من اللجنه الفنيه باللجنه الاولمبيه، يتضمن هنا باين رغبه كرم جابر لاعب المنتخب السابق في العوده مره اخرى والمشاركه في المنافسات، وعلى راسها البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. يا سلام. حاجه جميله بجد، هذا البطل اللي كلنا فاكرينه بقى. طب. يعني تتكلم عن ذهبيه اولمبياد اثينا 2004 اللي كان وقتها كريم ما بنفهمش يعني ايه ذهبيه اولمبياد اصلا، انت من صحيح. الاربعينيات كان منقطع عنك الميداليات والذهبيات والكلام ده كله، لا حقيقي هو كان وقتها عامل طفره كبيره جدا واسعدنا جميعا، وابتدينا نحس ايه ده، هو احنا نقدر نبقى ابطال؟ الناس استقبلته استقبال الفاتحين وقتها. بص انا فاكره كويس قوي، لا لا يعني كان حديث طبعا. بجد المجتمع، وطلبت هنا اللجنه الاولمبيه كمان من اتحاد المصارعه وضع خطه بعد قرار عوده كرم جابر لاعداده بقى وتاهيله للمشاركه باذن الله في البطولات، وهو كمان ما بيركز عليه دلوقتي اتحاد المصارعه في الفتره الحاليه. الشهر اللي فات كرم جابر خليني اقول لحضراتكم برده شارك في بطوله العالم اللي اقيمت باليونان وتوج بالمركز الاول والميداليه الذهبيه، واحنا وقتها اتكلمنا قلنا هو معقول يا جماعه ممكن بطل بعد انقطاع فتره طويله يعود مره ثانيه، ومش يعود وبس ده يعود ويعود على القمه طب. ويحقق مركز اول، معقوله؟ وكان وقتها حتى قلنا ازاي ده ممكن، او المعادله دي ازاي ممكن تتم، لانها مش معادله سهله على فكره. خلينا نروح على التليفون عشان نعرف مزيد من التفاصيل كابتن ابراهيم عادل عضو مجلس اداره اتحاد المصارعه عشان نعرف منه. يا استاذ عادل صباح الخير والهنا على حضرتك.
صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله صباح جميل كده. صباح جميل، واللي ساعد على ان الصباح يكون اجمل واجمل كمان الخبر اللي صحيح. احنا بنعرفه دلوقتي للمشاهدين. عايزين نعرف من حضرتك اخر المستجدات في ملف اعداد كرم جابر، هذا البطل الاولمبي الاستثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا احنا كرم بنعتبره اسطوره، مش بنعتبره بطل اولمبي صحيح. على مستوى مصر بس طب. على مستوى العالم، لان عارف حضرتك كرم مش مجرد مصارع بياخد ميداليه، لا كرم كاريزما كبيره جدا، اللي هو المصارع الحلو زي لعيب الكره الحريف كده، هو كرم المصارع الحريف بتاع المصارع الحلو. كرم طبعا بعد بطوله العالم للرواد اللي لعبها في اليونان حب ان هو يرجع تاني، وحصل لقاء بينه وبين اللجنه الاولمبيه ورحبوا، واحنا طبعا رحبنا بعوده بطل كبير زي كرم، واللجنه الاولمبيه طلبت مننا نحط له خطه الاعداد بتاعته، ففوضنا الدكتور اشرف حافظ اللي هو كان مدرب مع كرم في لندن وهو حاليا عضو مجلس اداره زميل معانا، عمل لقاء معاه ومع الدكتور هشام مصباح بطل اولمبي جودو وعضو اللجنه الفنيه في اللجنه الاولمبيه، واتفقوا على يعني معدلات البطولات والحاجات دي كده والمعسكرات الخليجيه، وفعلا احنا كان عندنا اجتماع يوم السبت اللي فات حطينا الخطه بتاعت الاعداد بتاعت كرم واعتمدناها في مجلس الاداره، ونبعتها ان شاء الله للجنه الاولمبيه والاداره عشان اعتمادها وتوفير الدعم المالي، ونبدا في اجراءات المعسكرات بتاعته. هو ان شاء الله اول حاجه هيكون عنده في 1/12 باذن الله يكون معسكر في فرنسا، ويوم 8 و9/12 في بطوله في فنلندا ان شاء الله بطوله دوليه ان شاء الله يشارك فيها، ويرجع بعد كده يكمل المعسكر في فرنسا لغايه اعتقد يوم 15 او يوم 17/12، وبعد كده يرجع مصر هنا يدخل معسكر مغلق لغايه ما بنبدا ان شاء الله، يعني بدانا نراسل كتير من الدول الاوروبيه والاسيويه عشان نبدا نجهز معسكرات من شهر يناير وفبراير وبطولات دوليه، بحيث ان شاء الله على بطوله التاهيل اللي هي في 22/3 ان شاء الله هنا عندنا في اسكندريه يكون كرم جاهز ان شاء الله ليها، ان هو يقدر يعني يحقق المركز الاول باذن الله ويتاهل للدوري الاولمبي، وبعد كده نبدا باذن الله في خطه اعداد جديده لغايه الاولمبياد باذن الله. يعني خليني بس اروح مع حضرتك للنقطه اللي انا وكريم كنا بنتكلم فيها، برضو محتاجين نعرف ازاي ممكن بطل وزي ما حضرتك قلت كده اسطوره فعلا يقدر ان هو يغيب برضو فتره طويله ويرجع بنفس التالق، ومش بس كده لا كمان بينافس على واحده من كبريات لم تكن الاكبر في منافسات العالم. يعني فنقطه كلنا، ورغم كل ده برضو لحضرتك تتفق معايا استاذ ابراهيم، الناس عندها ثقه كبيره ان هو يقدر ان هو فعلا يحصد يعني ميداليه وممكن ذهبيه كمان، فخليني اعرف المعادله دي ازاي ممكن ان هي برضو تتم، يعني ولا ده حاله استثنائيه نقدر نقول مش متكرره؟ لا لا، كرم حاله استثنائيه طبعا بكل المقاييس، كبنيان جسماني كاراده، لان هو كرم مبطل من 2015 بالظبط، يرجع النهارده عنده الاراده وعنده العزيمه ان هو يرجع يلعب تاني، ان هو عنده امل كبير انه يحقق النتيجه الاولمبيه الثالثه ليه. كرم يعني خلال شهر دخل في برنامج اعداد بدني قوي جدا، وجسمه اتغير يعني 180 درجه دلوقتي، بدا يرجع كرم بتاع زمان، التكوين الجسماني بتاعه بدا يرجع تاني زي ما كان. هو انا اتقابلت معاه الدكتور اشرف يوم السبت اللي فات، كان راجع من المحميه في وادي دجله في برنامج اعداد البدني بتاعه، ما شاء الله هو عنده اراده ومستعد وعايز يعمل حاجه، دي بتبقى عليها جزء كبير جدا. ان شاء الله يعمل الحاجه دي باذن الله ويفرحنا كمان وكمان. طيب برضو يعني الى جانب كرم جابر، عايزين نعرف من حضرتك هو حتى هذه اللحظه في كام لاعب ولاعبه تاهلوا رسميا للاولمبياد في المصارعه؟ احنا عندنا عبد اللطيف منيع اتاهل عن طريق البرونزيه اللي كان حصل عليها في بطوله العالم في بلجراد في شهر 9 اللي فات، تتاهل مباشره كده للدوري الاولمبي ان شاء الله. عندنا بقيه الاوزان، عندنا 17 وزن ان شاء الله يخوضوا الدوره التاهيليه في اسكندريه من 22 ل 24. هايل جدا. طب ده بالنسبه للتاهل، بالنسبه لبقى حصدنا للميداليات، يعني هل نقدر نقول باذن الله ان اكيد طبعا الاتحاد حاطط هدف، لكن نسبه تحقيق ده كام في الميه كده برضو استاذ ابراهيم نعرف او نطمن من حضرتك؟ والله بص يا حضرتك، يعني احنا ان شاء الله يعني اعتقد ان احنا بنتارجت على 4 ميداليات ان شاء الله، يعني او 5 النسب الكبيره طبعا ان شاء الله، لو كرم قدر يستعيد مستواه طبعا رقم 1 عبد اللطيف، كيشو، سمر، محمد مصطفى،
يعني دول اعتقد ان هم اكبر حظوظ ان شاء الله يكونوا جايبين لنا ميداليات باذن الله. جميل. طيب اخيرا كابتن ابراهيم، دايما يعني احنا هنا في برنامجنا في 10 الصبح في الاهلي لما بتتاح لينا فرصه استضافه او الحديث مع احد القائمين على اتحاد من الاتحادات الرياضيه المختلفه، في اغلب الاحيان لما بيتسالوا على فكره الميزانيات والامكانيات والموارد والامكانيات اللي تسمح بان اللاعبين التابعين لهذا الاتحاد يقدروا يعني يجلبوا كل ما يعني ما يريدونه من مثلا ادوات رياضيه، معدات او معسكرات خارجيه الى اخره. حضرتك من شويه وانت بتتكلم عن كرم جابر وقلت ان هو في معسكر في فرنسا وبعد كده هيشارك في بطوله في دوله اخرى ثم يعود لفرنسا منها الى مصر. المعسكرات والكلام ده كله يوحي بان انتم ما عندكوش مشاكل قوي في الامور الماديه، صح كده؟ لا، انا عشان اكون امين مع حضرتك، احنا يعني الحمد لله الفتره الاخيره او السنه الاخيره ديت احنا الحمد لله يعني عاملين معسكرات كتير جدا. يعني الشباب قبل بطوله العالم كانوا قاعدين 65 يوم خارج مصر، المعسكرات ما بين كيرغستان ما بين المجر ما بين رومانيا. اخر بقى حضرتك يعني احنا بقى بنجيب كوسمانين صراحه، يعني الشكر الكبير لمعالي الوزير ما بيتاخرش علينا في اي دعم. احنا ما عندناش رعاة ولا عندنا فوائد ميزانيه عشان نقدر ناخد منه. احنا عاملين خطه الاعداد بتاعت باريس عامل لها رقم تمام، الوزاره مع كل بطوله ما بتاخرش علينا بتدينا المبالغ اللي احنا طالبينها كلها، بدليل ان احنا لغايه دلوقتي قادرين نمشي برنامج الاعداد بتاعنا على مدار سنتين. حتى يعني ما فيش اي قصور من في اي حاجه معانا خالص، سواء ادوات سواء معسكرات داخليه هنا في المركز الاولمبي او في اي مكان خارج مصر او في اي مكان داخل مصر اسف. معسكرات خارجيه ماشيه زي الخطه اللي موجوده بالظبط. فالحمد لله الامور دي معالي الوزير بصراحه مش متاخر علينا خالص كده. والحمد لله احنا اعتقد برضو يعني المردود بتاعنا الحمد لله كويس. احنا السنه دي جايبين 5 ميداليات في بطولات العالم. في بطوله العالم 17 سنه جايبين ميداليه برونز، بطوله العالم 20 سنه عندنا ميداليه برونز وذهب وبرونز، عندنا عبد اللطيف منيع ذهب برونز اسف، وعندنا في 23 سنه عماد جايب برونز. يعني الحمد لله احنا بنتارجت في كل بطوله عالم بنروحها. يعني هايل جدا، كل التوفيق والدعم ليكم، وان شاء الله ان شاء الله تحققوا ميداليات، وزي ما حضرتك قلت 4 و5 باذن الله يكون فيهم كمان ذهبيه. شكرا ليك جدا جدا استاذ ابراهيم عادل. ومن القصه دي كلها او من الموضوع ده كله ممكن نروح لنقطه مهمه، قصه ان ما فيش حاجه اسمها اصل الموضوع تو ليت، اللي هو يقول لك اتس تو ليت، مش حاجه اسمها كده خالص او صعب او خلاص اصل لا الوقت عدى. كل دي كلام بيقولوا الناس الانهزاميه في حياتها. يعني لما تلاقي شخص بيتكلم باللغه دي دايما اعرف ان هو شخص انهزامي، يا ما عرفش يحقق حلمه او ما سعاش بشكل كبير انه يحقق حلمه او وقف في نص الطريق وهو رايح لحلمه. هي حاجه كده. فالناس دي هي بتتكلم دايما عن تجربتها مش معنى ان هي لازم تبقى تجربتي على فكره. انت وقفت ما حققتش حلمك في نص الطريق، انا اقدر اكمل. هي دي كل النقطه. فعادي، شوف انت من 2015 ل 2023 داخل تقريبا في 10 سنين، لكن وثق في نفسه قال لك انا هقدر، وعشان هو عنده حلم بيشتغل على الحلم ده من دلوقتي. وعلى فكره حتى لو ما حققش يا كريم اي ميداليه في الاولمبياد، انا بشوف تاهله مره تانية اصلا ده في حد ذاته نجاح كبير جدا، وادانا فعلا درس كبير جدا ان ما فيش حاجه اسمها خلاص الوقت عدى. الوقت عمره ما بيعدي، احنا اللي بنقرر امتى عايزين الوقت يعدي او لا. فبجد نموذج واسطوره فعلا زي ما كان استاذ ابراهيم بيقول لنا، يعني لان هو اعاد احياء مره تانية. هرجع اقول الاولمبيات وفكره اصلا مشاركه مصر والحصول على ميداليات مره تانية، اصلا 2004 كنا من سنه تقريبا حاجه 40 لو انا مش غلطانه 48 ما حصلناش اصلا على اي ميداليه. فبجد شيء كان مشرف جدا. لو كان واحد زي كرم جابر استجاب للمعوقات او لتكسير المقاديف ايا كان شكله، ما كانش هيبقى هو كرم جابر. نفس الكلام بحذافيره ينطبق على حد زي محمد صلاح، لو كان برضو ساب نفسه لله، صعب يا عم وبعيد قوي الحكايه، ما كانش بقى هو محمد صلاح. امال هم ملهمين ليه؟ لما بنتكلم عنهم بنتكلم عنهم كايقونات ملهمه للاخرين، فيا ريت نتعلم منهم يعني التفاصيل دي، لان اكيد هتفرق معانا كلنا في حياتنا. تعالوا بقى نروح لخبر اخر، خبر حلو برضه. اختتمت فعاليات بطوله العالم للبادل للناشئين، ونجحت ناشئات منتخب مصر في الدخول وسط مجموعة العشر الكبار في هذه الرياضة في ترتيب البطولة في أول مشاركة ليهم على الإطلاق، في حين أن فريق الناشئين حقق المركز الـ13. تعالوا نرجع للناشئات مرة تانية، يعني حققت ناشئات منتخب مصر المركز التاسع بعد الفوز على منتخب باراغواي في مباراة تحديد المراكز، وحققوا بكده
انجاز تاريخي في المشاركه الاولى ليهم على الاطلاق في بطوله كاس العالم. الجدير بالذكر ان رياضه البادل من الرياضات اللي ابتدت وانتشرت سريعا جدا، وبقى لها الحقيقه قاعده جماهيريه كبيره في كل الانديه، واظن ان هي ان شاء الله خلال كام سنه هتتنقل في مصر نقله تانية خالص. طب الخبر بقى كريم اللي جاي ده، وبقول لحضراتكم وباكد، احلى خبر معانا النهارده في الحلقه كلها. في الحلقه كلها ليه بقى؟ انا هتكلم عن خبر وهو قصه، وهي قصه حلوه جدا وامر بيدعو للفخر وبيدعو للاعتزاز بجد لينا جميعا، وكمان بيكشف مدى اعتقد الانتماء والولاء للشباب المصريين علشان مصر وعلشان رفع اسم مصر. هتقولوا لي هواند ايه المبالغه دي، ما تخش في الموضوع. هخش في الموضوع. اللي حصل ان احنا كان عندنا بطوله عالم للكبار في الكونغ فو مقامه في امريكا، تمام؟ للاسف الشديد السفاره الامريكيه منحت التاشيرات للعيبه بس في شهر يناير اللي جاي. امتى البطوله؟ دلوقتي. السفاره ادتها لهم في يناير، فاللي هو ملهاش اي معنى يعني. على كل حال ما حدش قدر يسافر، وبالتالي مصر كانت هتخرج اصلا من المسابقه. طيب ده كان الوضع. الاتحاد بقى فكر في ايه على الصعيد التاني؟ الاتحاد فكر في حلول وما لقاش غير ان هو يلجا للعيبه المغتربين بتوعنا في امريكا وتواصل معاهم ووافقوا على الفور ان هم يمثلوا مصر ومش امريكا. اللعيبه بتوعنا دول المغتربين المصريين بيلعبوا باسم امريكا، هم عايشين هناك وبيلعبوا باسم امريكا وغيره، لكن لما تواصلوا معاهم وقالوا لهم انتوا بتحملوا الجنسيتين فانقذوا الموقف وابتدوا العبوا باسم مصر، وافقوا على الفور. حتى ما كانش فيه نقاش، ما كانش فيه حتى يعني موضوع، ما كانش فيه اسئله. واللي انقذ الموقف كمان، خليني اقول لحضراتكم اكتر، ان المدرب كابتن خالد محجوب المدير الفني كمان للمنتخب هو كمان حامل الجنسيه الامريكيه، وقام بتدريب اللاعبين اللي شاركوا في البطوله، وحضر بطل العالم السابق عندك تامر حسن كمان للحضور من نيويورك عشان يبقى مع اللعيبه. حاجه كانت بجد والله مشرفه جدا جدا جدا. ممكن اي حد تاني يقول لك يا عم انا مالي، ما انا بقى انا بلعب باسم امريكا، انت هتيجي بقى دلوقتي تقول لي العب باسم مصر؟ يا انا بقالي عايش هنا 20 سنه انا بلعب باسم امريكا. لا فيش الكلام ده خالص. فالقايمه خليني، لان لازم نقول اساميهم، لازم نقول لهم شكرا، ومش شكرا عشان عملوا واجب او عملوا حاجه، شكرا لان الحس الوطني موجود، وشكرا لان احنا كمصريين في اي مكان لما بتحتاجنا بلدنا بنبقى موجودين، وشكرا لان انتوا بتفرحونا بالمشاركه دي حتى والله يا كريم ولو ما حصلوش برده على اي نتائج. كفايه ان هم يشاركوا وانقذوا الموقف. خليني اقول الاسامي لان لازم نقول اساميهم: احمد سمير وزياد مدحت، عبد السلام البطران، احمد علي، روبي حسام، واحمد مصطفى حافظ، وعادل عمر. عادل عمر كمان مش معاه الجنسيه بس هو حاول ان هو يتصرف، خليني اقول لحضراتكم، وسافر على حسابه لتايلاند من هناك عشان ياخد التاشيره، يعني حاول برده ان هو ما خدهاش من مصر، حاول يتفاعل او يحاول يجد حل يعني، وراح تايلاند عشان يبقى في سرعه في الموضوع ده او يعني في التاشيره. المهم ان الاتحاد طلع بيان كمان عشان يتكلم عن الابطال دول، وان هم تحملوا الكثير سواء بنتكلم هنا ماديا او معنويا عشان يمثلوا اسم مصر. الاتحاد كمان قال ان هو مش فارق معاه النتائج، لكن فارق معاه ان هو عنده شباب محب الوطن ولما احتاجه لقاه. فبجد بجد انا يعني سعيده، واعتقد كلنا لما نسمع حاجه زي كده لازم نكون سعداء، وتحس كده ان حاجه حلوه ان حتى الشباب المغترب الحته الحس الوطني موجود، ما فقدوش. ده مهم جدا يا كريم. جدا جدا جدا. وعلى فكره وانت بتتكلمي وبتحكي تفاصيل الموقف اللي حصل ده، انا سرحت في ايه بقى؟ النقيض، الناس اللي عملت كل اللي تقدر عليه عشان تهرب من جنسية بلدها وعشان تلعب الرياضة اللي هي يعني بيلعبوها في دول أخرى وتحت مظلات أخرى وتحت جنسيات أخرى. فالحقيقة لا، المصري الحقيقي جدعنته بتبان في النوع ده من المواقف. وأنا من نفسي مش متفاجئ قوي الحقيقة، يعني عارف إن إحنا عندنا دايما الحتة دي حتى لو كانت مختفية في وسط تفاصيل كتير، لكن عند اللزوم المصري الجدع بيبان. بيطلع. أنا بتفق معاك جدا، بس عايزة أعلق تعليق سريع على الشق اللي هو الخاص بعض اللعيبة اللي عندنا اللي بتسافر أو ما بترجعش تاني مصر مع البعثة، يعني سموهم بيهربوا، سموهم بيختاروا إن هم يبقوا في دول أخرى ترعاهم بشكل أكبر في مجال الرياضة. طبعا ده تصرف إحنا لا نتمنى إن إحنا نسمع عنه تاني، وتصرف أكيد ما أسعدناش أبدا لما سمعنا إن هو اتكرر مرة واثنين وثلاثة.
لكن في شق صغير كده برضو لازم نلتفت ليه عشان نبقى منصفين. ما فيش حد هيعمل كده الا لو عنده اسبابه، واحنا سمعنا حتى القصص لما كنا بنسمع ليه الابطال دول عملوا كده، بيقول لك انا مش لاقي اصرف، انا وضعي المادي قليل جدا، انا مش قادر اتمرن، ما فيش اي دعم مادي بيجي، حتى لما بنفوز شق صغير جدا هو اللي بنحصل عليه من الجائزه الماليه، فانا ما عنديش اللي يمكنني ان انا استمر. حاجات زي كده يعني اندلت على حزن، بس هي برضو اعتقد بتدل على واقع للاسف موجود. ف أنا لا ألتمس عذر، ولكن أنا بطالب إن الاتحادات المختلفة، قلنا الكلام ده كتير، ما توصلش اللعيبة والأبطال إن هم يروحوا للنقطة دي، هي دي النقطة كلها، وهو ده الحوار كله، وهو ده الموضوع كله، ما توصلش أبطالك إن هم يضطروا يعملوا كده، حتى وإن كان ده تصرف غلط، بس فيعني اللي بيتقال ده اتقال بصيغة مختلفة من القيادة السياسية شخصيا، للسيد رئيس الجمهورية شخصيا، لما كان بيكلم مع السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موضوعات متعلقة بهذا الملف في الحقيقة، وكان واضح جدا في كلامه، وكان صريح جدا في كلامه، لدرجة يعني ان في ناس كتير حتى اتفاجئت. لكن اكيد ده مرجو، اكيد دي حاجة احنا كلنا عايزينها، ان احنا نشوف كل الاتحادات عندها ما يكفيها وما يكفي لرعاية ابطالها، عشان هم ابطالها دول اللي هيشرفونا بعد كده. ولا حضراتكم شايفين الصورة ازاي؟ نرجع لحضراتكم دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين، وزميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم بونجور، صباح الهنا عليكي، وطبعا حابين جدا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه والطقس والاجواء عندك في النادي، والجو النهارده اعتقد كان احلى من امبارح بشكل كبير، فاعتقد التوافد كمان من الاعضاء هيكون اكبر. اتفضلي يا مريم. صباح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والحقيقة طبعا خليني أبدأ معاك يا نهاوند في النقطة اللي انت تطرقت لها. الحقيقة أن فعلا النهاردة الجو فيه تحسن شديد عن اليومين الماضيين، الحقيقة أن يعني سواء امبارح أو أول امبارح كان فيه انخفاض ملحوظ وانخفاض نسبي في توافد الأعضاء على المقر الرئيسي بالجزيرة، ولكن النهاردة وعكس يعني سواء أمس أو أول أمس، الحقيقة أن في توافد أكتر بنسبة أكبر بسبب تحسن الأوضاع الجوية، وكمان في ارتفاع في درجات الحرارة وبعض الشيء، فعلشان كده النهاردة الحقيقة الإقبال أكتر من أمس وأول أمس. ده بالنسبة للأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلينا بقى يعني نروح لكل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى، ولكن طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة اليوم الثالث على التوالي، بيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش المران، هيبدأ فيه تمام الساعة 5 مساء، ده طبعا استعدادا لمواجهة ميديما الغاني اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء، هتكون على استاد السلام، والحقيقة هيكون بحضور 15,000 متفرج في استاد السلام. ده طبعا بيأتي في إطار أولى مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. وخليني كده أتكلم معاك يا نهواند وأتكلم معاك يا كريم عن بعض النقاط الخاصة بالمران وأيضا بعض الإصابات يعني لبعض اللاعبين في صفوف الفريق. الحقيقة أن المران امبارح بدأ بمحاضرة لمستر مارسيل كولر، والمحاضرة دي كان فيها كل الأمور الخاصة بالتحديات والمواجهات خلال الفترة المقبلة، سواء التحديات المحلية أو القارية. وبعد يعني المحاضرة بدأ المران، وكان في عدد من التدريبات البدنية وتنفيذ بعض الخطط الفنية، وطبعا يعني كمان الأمور الخططية. وخلينا بقى نطمن على حالة كل المصابين، ويمكن كان يعني المران سواء الحد او الاثنين ده كان اول مران واول استئناف للمران بعد ما كان قرر طبعا مستر مارسيل كولر ان هو يعطي اللاعبين اجازه لمده 5 ايام، وكمان استغل فتره التوقف الدولي طبعا اللي شهدناها خلال الفتره الماضيه علشان يكون في بعض من تخفيف يعني الاعباء البدنيه والحمل البدني بسبب تلاحم المباريات اللي كانت موجوده خلال الفتره الماضيه، وكمان بسبب السفر الخارجي في مواجهاتنا في الدوري الافريقي، وعلشان كده يمكن كان يعني هذه المده كانت كافيه لكل هذه الامور، سواء الراحه البدنيه وايضا تخفيف الاحمال والاعباء البدنيه على كل اللاعبين اللي شاركوا خلال الفتره الماضيه في كل هذه المواجهات. خلينا بقى نطمن على المصابين في صفوف الفريق. الحقيقه ان يعني يمكن سواء علي معلول خلاص بياخد الفتره الاخيره او المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي بعد ما كان اصيب في العضله الخلفيه، وان شاء الله ينضم في اقرب فرصه
الفرصة أو خلال يعني الأسابيع القليلة المقبلة لإمران الفريق والتدريبات الجماعية. أما بالنسبة لرضا سليم كان طبعا تعرض ل يعني إصابة في الترقوة، والحقيقة أنه هو عقب هذه الإصابة برضو خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، والحقيقة أن يمكن هيخضع كمان رضا سليم لأشعة جديدة علشان بقى نطمن على تطورات حالته الصحية وعلى هذه الإصابة، وعلشان نقدر نحدد كمان إمتى ممكن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية. أما بقى بالنسبة لآخر إصابة وهي الخاصة بطاهر محمد طاهر، الحقيقة أن طاهر محمد طاهر يعني برضو على هامش المران كان بيخضع لجلسات علاج طبيعي في الجيم علشان يتخلص من إصابته سريعا ويعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية. نتمنى طبعا كل التوفيق في هذه المرحلة المقبلة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لرجال النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون في أداء قوي وكبير يوم السبت إن شاء الله أمام مدياما الغاني. خلينا بقى نروح لكل الأخبار الأخرى والمتعلقة بالألعاب الأخرى. خلينا نبدأ طبعا بكرة السلة، وأحب طبعا أضم صوتي لصوتكم ونهني سيدات سلة الأهلي بحصولهم مساء أمس على بطولة السوبر المصري، طبعا كأس السوبر المصري، ودي أولى بطولات سيدات سلة الأهلي عقب طبعا خسارة يعني دوري المرتبط. ولكن الحقيقة زي ما احنا شفنا كان في وقفة من قبل الإدارة وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والوقفة دي الحقيقة ان احنا شفنا خير دليل عليها امبارح في المباراة الخاصة بمباراة الأمس أمام نادي الجزيرة لسيدات سلة الأهلي، والحقيقة ان هم أدوا أداء قوي جدا وقدروا ان هم يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة كبيرة كمان، وكان فرق سكور كبير بنتيجة 72-43. وزي ما انا قلت يمكن هي دي اولى البطولات اللي هتكون في دولاب بطولات سيدات سلة الاهلي او ملكات الاهلي، وبعد كده بقى هيستعدوا في المرحله اللي جايه لدوري السوبر. نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا شفنا مباراه كبيره جدا امبارح، ولكن الحقيقه كمان بنحترم فيهم يا نهاوندو يا كريم ان هم يعني كان احتفالهم زي ما بنقول كده مش احتفال كبير جدا على صاله حسن مصطفى، ده طبعا بسبب الظروف الصحيه اللي بيتعرض ليها نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العمري فاروق، والحقيقه ان هم قرروا ان هم يهدوا هذا الفوز للنائب عمري فاروق ان شاء الله، نتمنى له كل السلامه وان هو يقوم لنا في اقرب فرصه بالسلامه طبعا، ويعود مره اخرى ان هو يحضر كل هذه الماتشات والمباريات، وكمان يشهد على البطولات اللي بيحصدها كل اللعب الاخرى او كل يعني فرق الالعاب الاخرى. نروح بقى لرجال سله الاهلي، الحقيقه ان هم اكيد زي ما احنا عارفين عندهم واجهه هامه جدا في سيمي فاينل دوري المرتبط امام الاتحاد السكندري النهارده، طبعا هتكون المباراه في تمام الساعه 8 مساء هتقام على الصاله المغطاه ببرج العرب، والحقيقه ان مجلس اداره النادي الاهلي دايما زي ما احنا متعودين ان هو بيقوم بخطوات هامه جدا في مؤازره اللاعبين ومؤازره الفرق. الحقيقه ان النهارده قرر مجلس اداره النادي الاهلي توفير 3 أتوبيسات عفوا لنقل الجماهير ان شاء الله من امام بوابات النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، الاتوبيسات دي هتتحرك ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا، وهتتجه طبعا للاسكندريه للصاله المغطاه في برج العرب علشان يؤازروا طبعا فريق النادي الاهلي في مباراه هامه جدا النهارده وديربي هام جدا امام الاتحاد السكندري في سامي فاينل الدوري المرتبط اللي هتقام في تمام الساعه 8 مساء، والمباراه الثانيه هتكون بعد غد ان شاء الله يوم الخميس برده هتقام في تمام الساعه 8 مساء في سيمي فاينل دوري المرتبط امام نادي الاتحاد السكندري. ده فيما يخص كرة السلة. خلينا بقى نروح كمان لكرة الطايرة عقب طبعا يعني أول فوز ليهم على نادي المقاولون العرب كانت يوم السبت الماضي، رجال كرة الطايرة على موعد جديد مع تاني مباريات يمكن الدوري، وهتكون النهاردة أمام بتروجيت هتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة اتحاد الشرطة، نتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم وفي مشوارهم في الدوري. نروح بقى لفتيات الذهب وسيدات طبعا طايرة الأهلي، الحقيقة أن هم حققوا الفوز امبارح على فريق الواي بنتيجة 3-0 في الدوري. أما بقى يمكن المواجهة الثانية بالنسبة لهم هتكون إن شاء الله أمام نادي الاتحاد السكندري، هتقام هذه المواجهة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4 عصرا، هتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. أخيرا بقى خلينا نروح لفرق اليد سواء رجال أو سيدات، خلينا نبدأ طبعا برجال يد الأهلي، النهاردة عندهم مواجهة هامة جدا أمام نادي طلائع الجيش في بطولة الدوري، هتقام هذه المباراة في تمام الساعة 4 عصرا على صالة اتحاد الشرطة أيضا، في ده طبعا في إطار يعني مباريات دوري المحترفين، والحقيقة أن آخر مباراة قدروا أن هم يكتسحوا فيها هليوبلس بنتيجة 36-28، الحقيقة أن هم بيأدوا أداء قوي جدا وإن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق، وفي مباراة اليوم أيضا أمام طلائع الجيش أكيد هتكون مباراة قوية. أما بقى بالنسبة أو أخيرا ل
سيدات يد الاهلي. الحقيقه ان هم عندهم توقف دولي لمده شهر وهيعودوا مره اخرى يوم 22 من ديسمبر المقبل، وهتكون اولى طبعا مبارياتهم عقب العوده يوم 22 ديسمبر هتكون امام نادي سموحه، ده طبعا في الدوري عمومي. والحقيقه ان اخر مباراه خدوها قدروا ان هم يحققوا الفوز يعني في على البنك الاهلي، فبنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم، واكيد طبعا بنتمنى لكل اللاعبات اللي انضموا ايضا لمنتخب مصر في النادي الاهلي زي ما احنا دايما متعودين هواندو يا كريم بيأدوا اداء بطولي، اي حد بينضم من النادي الاهلي للمنتخبات اكيد بنشوف منهم اداء كبير جدا وبيكون في اعتماد كبير جدا عليهم. طبعا طبعا دي كانت كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي سواء الفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى، بنتمنى كل التوفيق لمختلف اكيد الفرق في كل مواجهاتهم خلال الفتره المقبله. بشكركم جدا، الكلمه ليكي مره اخرى انا هواندو. والله يا مريم انا وكريم اللي بنشكرك بجد يعني من المراسلات المتالقات فعلا فعلا والمحترفات عندنا نشره اخبار حقيقيه طبعًا. يعني شكرا ليكي جدا يا مريم. طب تعالوا بقى نشوف مع بعض الفيديو جراف ده اللي هنتعرف من خلاله على اعظم خمس لاعبين كره قدم في تاريخ كره القدم صالات، ونرجع نكمل. خلونا نتابع دلوقتي فقرة التمارين الرياضية وبعد كده فاصل ونرجع عشان نبدأ أولى فقرتنا الحرية، خليكم معنا. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام، النهاردة معنا تمارين للرجلين وتقويات ليها في البيت باستخدام أدوات بسيطة جدا أو بوزن الجسم. هنبدأ معنا أول تمرين النهاردة هو السكوات. لما أجي أشتغل السكوات برجع أبتدي الحركة من مفصل الحوض كده أهو، ابتديت من مفصل الحوض وبنزل بالظبط، وصلت كده 90 درجه، مشت الركبه ما عدتش، مشت رجلي، بطلع ادا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ده كان اول تمرين معانا. طيب انا اتطورت فيه وبقيت قادر ان انا اعمله بسهوله، اعمل ايه بعد كده؟ استعين بوزن يكون مناسب ليا، امسكه كده اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام. السكوات بيشغل الرجل عموما كلها بس بيركز أكتر على الكوادريسبس أو العضلات الأمامية للرجلين. تاني تمرينة هتكون معانا هنركز على العضلات الخلفية وهي نوع من أنواع الديد ليفت أهو. هتني ركبتي سنة صغيرة قوي يا دوبك بس تبقى سوفت، يعني مش مفرورة كده، تبقى سوفت. بنزل واحد اثنين، بوصل لحد آخر في النزول ثلاثة أربعة خمسة. كده إحنا شغلنا العضلات الأمامية للرجلين والعضلات الخلفية. كمان لو أنا عندي مشكلة في الركبة وعايز أشغل العضلات الأمامية بس، لو أنا عندي مشكلة في الركبة خشونة ما ينفعش إن أنا ألعب سكوات، لازم أشتغل هنا أجيب حاجة كده صغيرة أحطها تحت ركبتي تمام، وابتدي اضغط عليها واثبت كده. انا بشغل الاماميه، شادد الاماميه كويس قوي، اطلع تاني وارجع اثبت ثلاثة أربعة خمسة، اريح اثبت تاني واشد جامد كده، ابقى شغلت الكوادريسبس وكمان ابتديت ان انا ااهل الاصابه بتاعت الركبه ان كانت هي خشونه او ان كان في غضروف في الركبه او مشكله. تاني حاجه للعضلات الخلفيه للرجلين هرجع لورا كده اهو واطلع برجلي وانا شادد مشط رجلي ناحيتي، واحد
2 3 4 5 بعدين ابتدي اشتغل كده 1 2 3 4 5 بعملها من 5 ل 15 تكرار على حسب قدرتي على اداء التمرين، واهتم ان انا اعمل مثلا 3 مجاميع او 4 مجاميع لحد 5 مجاميع مفيش مشكله خالص. تمام. بعدين اخر حاجه معانا هتبقى للكالف او منطقه السمانه، هشتغل كده، هطلع ركز على رجلي من تحت 1 2 وانزل بشويش، هطلع 1 2 انزل بشويش، هطلع فوق 1 2 وانزل بشويش، احاول اشب على قد ما اقدر، ممكن احط رجلي على حاجه زي الطراد دي كده ترفع رجلي سنه صغيره 1 2 وانزل بشويش. لو انا مش قادر اعملها باستخدام ويتس او وزن ممكن اعملها بوزن جسمي عادي جدا من غير اي دمبلز اهو. لو تقدمت فيها شويه بعدين بقى اقدر ان انا ما المسش الارض خالص، اطلع فوق وانزل من غير ما المس الارض، اطلع تاني انزل من غير ما المس الارض، اطلع تاني وهكذا. ودي التكرارات بتاعتها مفتوحه لحد ما تحس بالم في السمانه هنا او في الكالف، ساعتها بيكون انت كده وصلت للفيلير بتاعك، وساعتها بتكون انت كده اديت التمرين بشكل سليم. شكرا جدا، كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الاهلي الجزيره. او التتويج الحلو ده والانتصارات الحلوه دي بتحصل كتير، بتتكرر كتير مع رجال وسيدات النادي الاهلي اللي بيتقال عليهم بالمعنى الحرفي ابطال رياضات الصالات. تعالوا نتكلم عن العاب الصالات في الفقره دي في النادي الاهلي، وطبعا اخر الانجازات اللي بتتحقق فيها، ولا سيما يعني البطوله الجديده لسيدات ساله النادي الاهلي اللي حققوا لقب كاس السوبر على حساب نادي الجزيره. هنتكلم بالتفصيل عن كل العاب الصالات مع ضيفنا اللي منورنا في الفقره دي الاستاذ احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح العسل. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي، وسعيد ان انا موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. نورنا. انت يعني والله بتسعدنا، وكمان بنبقى كمان رايحين لملفات مهمه، وانت عندك كل أكيد. الكواليس، لان أكيد انت طبعا. يعني من قناه النادي الاهلي ومن النادي الاهلي، فانت صح. من المصدر زي ما لا بيقولوا. انا كمان بحب والله الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي، وكمان كرة القدم، لكن بصراحة الألعاب الجماعية ملمة أكتر بألعاب الصالات دي حقيقة. الألعاب الجماعية نبدأ بقى رشاد معاك بسلة الأهلي والفوز صحيح. الجميل امبارح على الجزيرة، وأعتقد برضو كان في كواليس والمباراة ما كانتش سهلة أبدا وأنت كنت حاضر وعارف بالظبط سير المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة إيه اللي حصل، خلينا نعرف منك ونسمع. أكيد طبعا إحنا بنبارك للنادي الأهلي تتويجه ببطولة كأس السوبر المصري بعد طبعا خسارة الدوري المرتبط، كلنا طبعا كنا نتمنى ان النادي الاهلي يبدا الموسم باول بطولة وهي دوري المرتبط، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني النادي الاهلي دايما لما بيخسر بطولة بعدها على طول بيكسب بطولة تانية، وهي وده اللي حصل في كرة السلة سيدات. النادي الاهلي دوري المرتبط كان ليها حسابات مختلفة كتيرة جدا، وانا يمكن كنت ملم بحالة الفريق او كنت مطلع على فرقة كرة السلة سيدات، كان في طبعا اصابات هي اللي وضيق الوقت هو ده اللي عمل العامل ده او عمل الخسارة. وكمان امبارح لاعبات النادي الاهلي يمكن في مجموعة اللقاءات اللي اتعملت معاهم اتكلموا على ان كان في عوامل كتيرة جدا هي اللي ادت للخسارة. كان وارد طبعا ان ده يحصل بعد موسم استثنائي الموسم اللي فات، نادي الاهلي حقق الموسم اللي فات خماسية بدون ولا هزيمة صحيح. فكان وارد ان ده يحصل، لكن الكابتن طارق خيري اتكلم وقال ان ما كناش متوقعين او ما كناش عايزين ان ده يحصل في بداية موسم مع بطولة مهمة او في نهائي مهم زي ده، بس هم عوضوا على طول وده المهم، يعني عوضوا على طول هو ده المهم. المهم ان كابتن محمود الخطيب، وده اللي بيحصل دايما من الكابتن محمود الخطيب، ان هو بيجتمع مع لعيبه النادي الاهلي سواء بعد مكسب او بعد خساره، قعد معاهم واتكلم معاهم ان انتوا فرقه طبعا مميزه وفرقه قويه، ولازم الفتره اللي جايه يبقى في تركيز اكتر علشان النادي الاهلي يفضل على المستوى اللي حققه الموسم اللي فات، لان انت محقق 5 بطولات، جمهور النادي الاهلي وطموحات النادي الاهلي مش هترضى الا بكل البطولات، لكن قدر الله ما شاء فعل بطوله خسرناها بعدها
كسبنا طبعا كاس السوبر المصري. لاعبات النادي الاهلي قدموا مباراه كبيره امام نادي الجزيره، تالق عدد كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، وشفنا طبعا مباراه قويه. قدر النادي الاهلي ان هو يحقق كاس السوبر المصري للمره الرابعه، فبنتمنى التوفيق لفريق كره السله، لان كره السله في النادي الاهلي سيدات لسه عندهم كتير اكيد، ومنتظرين منهم طبعا كل البطولات. احنا خسرنا بطوله لكن منتظرين كل البطولات الفتره اللي جايه. خلينا بقى نقف شويه عند التفصيله بتاعه حرص كابتن محمود الخطيب، اللي دايما الحقيقه زي ما دايما بيبقى له اجتماعات دوريه مع لعيبه الكوره فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، دايما بيكون حريص نفس القدر من الحرص على ان هو صحيح. يجتمع دايما برجال وسيدات الرياضات المختلفه في النادي الاهلي، وزي ما حصل حتى مع سيدات السله في الفتره الاخيره، وهو شخصيا فكرهم بالموسم اللي فات واللي اتحقق في الموسم اللي فات، ففكره ان احنا مش عايزين نقل ابدا. صح، انت تعرف كل الفرق تقريبا وعلى صداقه شخصيه كل اللاعبين واللاعبات، عايز اعرف منك انعكاسات النوع ده من الاجتماعات اللي بتتم بين كابتن محمود الخطيب وبين اللعيبه، حتى بعد ما بيخلص الاجتماع من دول او المقابله من دول، انت بتقابل اللعيبه دول وبتتكلموا مع بعض، بيقولوا لك ايه؟ يعني ايه انعكاسات وجود كابتن محمود الخطيب معاهم في مكان عشان يدفعهم للامام؟ خليني اقول لك بس يا سكريم في البدايه ان الكابتن محمود الخطيب اسطوره، وهو لما اللاعبات بيتكلموا معايا او اللعيبه بيتكلموا ان الكابتن محمود الخطيب قدوه وبيعتبروه اب ليهم، يعني ما بيتعاملوش معاه ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هم بيتعاملوا ان هو قدوه ومثل لكل اللعيبه. لما بيقعد مع اللعيبه او اللاعبات بيتكلم معاهم على قيمه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي، وان النادي الاهلي نادي بطولات، النادي الاهلي ما بيقبلش الا بالمركز الاول، يعني بالنسبه لنا المركز الثاني في النادي الاهلي فهو خساره، انما المركز الاول هو الاهم، بطولات النادي الاهلي هي الاهم. فلما قعد مع اللاعبات واللعيبه اتعامل معاهم على حته ان انتوا ابطال، انتوا طبعا ملكات كره السله في النادي الاهلي، حققتوا الموسم اللي فات كل البطولات، كان لازم ان انتوا الموسم ده تركزوا، وكان لازم ان يبقى في تركيز، لان وارد ان ممكن تحصل اي هزه بعد طبعا موسم كبير، موسم طبعا اللعيبه ما بترتاحش فيه طبعا، لان خلي بالك يا استاذ كريم ان لعيبه النادي الاهلي بعد ما بتخلص البطولات مع النادي الاهلي بيبقى عندهم منتخب. طبعا. وثلاثه على ثلاثه، فانت بيبقى فيش راحه للاعبات. فده اللي بيحصل، ان ممكن انت مع بدايه الموسم يحصل طبعا مع قوه طبعا المنافس، وانا اتكلمت في القصه دي معاكم وقلت ان الفرق كلها وان المنافسه هتكون صعبه هذا الموسم، لان الفرق كلها دعمت، الفرق دعمت بصفقات، لان النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت مستحوذ على كل البطولات. صحيح. فخلاص بدات الفرق ان هي تغير من النادي الاهلي وعايزه تاخد بطولات، فدعمت ودعمت بصفقات قويه جدا. فقابلت انت الموسم او قابلت منافس طبعا قوي نادي سبورتنج، قدر ان هو طبعا يحقق الفوز عليك في مباراه النهائي. فرقه المرتبط اللي احنا بنقول ان النادي الاهلي عنده كنز حقيقي من قطاع الناشئات في النادي الاهلي، فرقه المرتبط قدروا ان هم يحققوا الفوز في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، لكن طبعا الفريق الاول خسر المباراه الاولى والثانيه. فكان كلام مهم جدا من كابتن محمود الخطيب، وكان اجتماع في ميعاده وفي وقته ان هو يقعد مع اللاعبات ويتكلم معاهم ان الموسم اللي جاي او الموسم الحالي احنا محتاجين نحقق زي الموسم اللي فات، مش عشان خسرنا طبعا بطوله فاحنا نقف على كده ونقول ان خلاص، لا لازم نطلع وننسى اللي حصل في مباراه طبعا دوري المرتبط او نهائي دوري المرتبط ونركز في اللي جاي. وده اللي حصل، وده اللي نتاجه ان النادي الاهلي حقق بطوله كاس السوبر المصري، وبنتمنى التوفيق لملكات السله، لان مهم جدا يفضل النادي الاهلي على منصات التتويج دايما. لو اتكلمنا عن بطولة دوري المرتبط تحديدا برضو يا رشاد، ورحنا شوية لفكرة هنا المنافسات هذا الموسم تحديدا، زي ما انت قلت دلوقتي كل الفرق المختلفة بتركز قوي لان هم عايزين حتى يقربوا المسافة بينهم وبين نادي الاهلي بعد موسم عظيم استثنائي كان على مستوى كرة القدم والعاب الصلاة والالعاب الاخرى، بصراحة كان موسم رائع يعني. طبعا. وطبيعي ان انت لما تبدأ موسم جديد بعد موسم رائع استثنائي بيكون في دروب حتى وان كان في الاول، بس الكامباك هو ده اللي بتقيس عليه مدى نجاحك فعلا واصرارك على العوده للقمه مره تانية. فمش زعلانين لكن باصين لقدام. عندك في هذه البطوله تحديدا مباراه مع الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري برضو معروف ان هو عنده قوه في الكره بتاعه كره السله تحديدا، فريق برضو تقيل نقدر نقول. فسير المباراه توقعاتك، خلينا برضو نطمن منك. طبعا فريق كره السله هو عنده مواجهه صعبه ومواجهه مهمه امام نادي الاتحاد السكندري، فريق المرتبط هيلعب النهارده طبعا في الساعه الثالثه، وفريق طبعا الرجال هيلعب الساعه 8.
مباراة صعبة، خاصة ان النادي الاهلي في اخر مواجهة ما بين النادي الاتحاد السكندري، مطلع نادي الاتحاد السكندري من البطولة العربية، فده كمان هيزيد من صعوبة المباراة، لان الاتحاد راجع من هزيمة، اخر هزيمة قدام النادي الاهلي، وخارج طبعا من البطولة، كان يتمنى ان هو يتوج بالبطولة. طب، فهتبقى هنا المباراة صعبة، دوافع أنا بقى يعني قوية من عنده اكيد طبعا، لكن شخصية روح النادي الاهلي او الشخصية اللي بنشوفها في لعيبة النادي الاهلي، وده اللي شفناها يمكن في بداية الدوري المرتبط لكرة السلة رجال، شفنا طبعا يعني تراجع بسيط في مستوى لعيبة النادي الأهلي، وده كان بسبب ضغط طبعا المباريات وعدم الراحة. لكن بعد كده في مباراة ربع النهائي أمام نادي الزمالك، النادي الأهلي قدر أنه يحقق الفوز على نادي الزمالك ذيابا وإيابا بكل سهولة. يعني أنا لما أطلقت على هذه المباراة قلت أن النادي الأهلي يفوز على نادي الزمالك بسهولة. فشفنا أداء لعيبة النادي الأهلي، قوة النادي الأهلي وقوة لعيبته، لأن احنا النادي الأهلي بيضم عناصر مميزة جدا في فريق كرة السلة، ويمكن القوام الرئيسي لمنتخب مصر هو من النادي الأهلي. فأكيد هتبقى مباراة صعبة، لكن كلنا ثقة في رجال السلة في النادي الأهلي ان هم يعملوا مباراة كبيرة، ومهم جدا ان انت تكسب النهاردة مباراة المرتبط والرجال عشان يسهل عليك المهمة وتتأهل للنهائي. المهمة كانت هتبقى أسهل لو انت كنت صعدت اول مجموعه، لكن قدر الله ما شاء فعل انت خسرت من سبورتنج فصعدت تاني المجموعه، هو ده اللي خلاك ان انت تقع قدام الزمالك والاتحاد. على ذكر قدر الله ما شاء فعل، لان نفس القول ده اتقال بعد، وانا هنا بقى هنتقل بيك مؤقتا من السله لكره اليد رجال في النادي الاهلي وحصولهم على المركز الخامس في كاس العالم للانديه. وناس كتير قالت بينها وبين نفسها قدر الله ما شاء فعل، لكن لو دخلت جواهم كان الود ود يعني كلنا ان يبقى في مركز متقدم. مش هقول لك يا سيدي نلعب ماتش النهائي، بس على الاقل يبقى مركز متقدم نسبيا. فانت شفت مشاركه رجال يد النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كانت عامله ازاي؟ مشاركه طبعا قويه، وفريق كره اليد رجال ده خاصه انا بتكلم عليه دايما، ان النادي الاهلي استطاع خلال الفتره الاخيره ان هو يعمل جيل في فريق كره اليد رجال يقدر يستحوذ على كل البطولات خلال السنوات القادمه. فريق كره اليد رجال يمكن انا بشوف من وجهه نظري ان هو اتظلم في بطوله كاس العالم للانديه. في ايه؟ في ايه؟ نظام البطوله ان بيتاهل اول المجموعه بس، وانت وقعت مع النور السعودي وفريق برشلونه. طبعا فريق برشلونه كبير اوروبا، وفريق بيضم طبعا لعيبه على اعلى مستوى. قدرت ان انت تكسب النور السعودي، وخسرت طبعا من برشلونه، ولعبت طبعا على المراكز، وقدرت ان انت تحقق الفوز في كل المباريات. حققت المركز الخامس، انا بشوف ان هو مركز كويس جدا. هو مش طموحات طبعا جماهير النادي الاهلي، لكن في اللي احنا شفناه او البطوله والاداء اللي عمله النادي الاهلي امام نادي برشلونه، فقدم بصراحه بطوله مميزه جدا. قدر النادي الاهلي ان هو حقق المركز الخامس عالميا، لكن فريق اليد رجال بطمن طبعا كل الجماهير ان فريق اليد رجال ماشي بشكل كويس جدا، حتى في دوري المحترفين فريق كره اليد رجال بقى شكله مختلف، بقى فيه روح وشخصيه النادي الاهلي. كمان المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز عامل شغل محترم مع فريق اليد، وان شاء الله فريق يد الاهلي يحقق كل البطولات هذا الموسم. كلام جميل. رشاد هروح معاك لسؤال عام شويه. لما نيجي نتكلم عن العاب الصالات والنادي الاهلي ونتكلم في العموم، فكره ان انا عايز اطور، التطوير دايما كنا انا وكريم بنقول امبارح بيبدا من قاعده الناشئين. اكيد. طمنا على قاعده ناشئين النادي الاهلي في العاب الصالات، وايه الخطه الموضوعه لو عندك برضو درايه بيها، ومن خلال حديثك المستمر انت على طول متواجد في النادي وبتتكلم دايما مع اللعيبه ومع الاجهزه الفنيه المختلفه، وبتسمع الشورت تيرم لونج تيرم بلان، الخطه اللي هي طويله قصيرة المدى. صحيح. والرؤية اللي بيحطوها وفكرة أنا إمتى عايز أجيب حد محترف والصفقات، ادينا رؤية كاملة عشان نطمن على اللي جاي من خلال طبعا الناشئين. أكيد طبعا، يعني النادي الأهلي ده الكنز الحقيقي للنادي الأهلي، وهو قطاع الناشئين والناشئات في كل الألعاب، مش حتى في الألعاب الفردية، مش الألعاب الجماعية بس. الكنز الحقيقي للنادي الأهلي هو قطاع الناشئين والناشئات. المديرين الفنيين او الخطه اللي النادي الاهلي بيمشي عليها دايما، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان المديرين الفنيين بيجوا مع قبل بدايه الموسم او التحضير للموسم الجديد، بيتم طبعا رؤيه او ان هم بيبصوا على العناصر المميزه في قطاع الناشئين والناشئات، وبيتم تصعيد طبعا اللعيبه للفريق الاول.
فيعني مثلا الاسباني مونزو المدير الفني لفريق كره الطايره الرجال اللي بدا طبعا الموسم مع النادي الاهلي ومحققين طبعا الفوز في اولى طبعا المباريات عندهم طبعا النهارده مباراه بتروجيت. فلما جه اول حاجه عملها ما اتفرجش على الفريق الاول او ما اتفرجش على لعيبه النادي الاهلي اللي هتكون موجوده معاه في الفرقه، هو اتفرج على قطاع الناشئين علشان يقدر ان هو يطلع لعيبه تكون موجوده معاه في الفريق الاول. فدي حاجه مميزه جدا في النادي الاهلي ان هو عنده قطاع ناشئين ونشئات يقدر ان هو قوي جدا جدا جدا، يقدر ان هو يكون يعني دعم كبير جدا للفريق الاول خلال السنوات القادمه، وهو ده مستقبل النادي الاهلي. صحيح. قطاع الناشئين والنشئات. فالفكره اللي انا عايز اقولها لك يا هواند ان النادي الاهلي مع بدايه كل موسم او قبل ما يبتدي الموسم فتره التحضير الاولانيه بيبدا النادي الاهلي يتفرج على الناشئين والنشئات علشان يبدا تصعيد للفريق الاول. وبنشوف في كل الفرق الحمد لله الناشئين والنشئات بيقدموا طبعا مستويات كبيره. صحيح. جدا. صحيح. حتى مع الفرق الصغيره لما بيلعبوا مباريات النادي الاهلي بيحقق الفوز في كل المباريات وبيتوجوا بكل البطولات. طيب احنا لما بنقعد معاك دايما يا رشاد عاده بنتكلم بالتفصيل عن الكره الطايره، كره السله، العاب الصالات بشكل عام، لكن في رياضات تانية بتتحقق فيها انجازات محترمه في النادي الاهلي، فبرضو عايزين نلقي عليها ولو يعني شيء من الضوء، سواء كانت رياضات فرديه او جماعيه، لان الناس دول يستحقوا. اكيد طبعا كل النادي الاهلي كل الالعاب اللي موجوده فيه هي بتحقق البطولات، سواء طبعا في التنس، التنس الطاوله، التنس الارضي، السكواش، الجمباز، الكاراتيه، كل الالعاب في النادي الاهلي، السباحه، كره الماء، كل الالعاب محققه البطولات. يعني انت لو هتتكلم على الالعاب الجماعيه فالنادي الاهلي محقق بطولات كبيره جدا، لكن في الالعاب الفرديه مش هتعرف تعد البطولات ما شاء الله من كتره تتويج النادي الاهلي في الالعاب الفرديه في كل البطولات، وده بيتحقق كل موسم، مش هي. في موسم ولا موسم تاني، لا النادي الاهلي في الالعاب الفرديه عنده جميع اللعيبه اللي بيقدروا يتوجوا بكل البطولات خلال الموسم. والنادي الاهلي يمكن بدا الموسم برضه في الالعاب الفرديه زي الالعاب الجماعيه ومحققين نتائج مميزه جدا حتى هذه اللحظه، وان شاء الله اطمن برضه حضراتكم على الالعاب الفرديه في النادي الاهلي ان هم ان شاء الله الموسم ده هيحققوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات باذن الله. عايزه اروح معاك للاعارات. زمان كنا وحتى كنا اتكلمنا مع لاعب كان يعني قديم جدا وفي كره السله شكا، كان تقريبا كان كابتن علي صابر حاجه، انا تقريبا كان كابتن علي صابر كان معانا في السله بس من سنين وكان ضيف معانا، كنت بساله كابتن علي انت زمان ما كانش سيد صابر في السله، سيد صابر، سيد صابر وكنت بساله زمان ما كانش في فكره الاحتراف ان انت تحترف وبعدين ترجع وبعد كده اعاره وترجع، هل دلوقتي الفكر ده اللي اصبح موجود يا رشاد ممكن ان هو يفرق بشكل كبير ويضيف كمان لخبرات النادي الاهلي بعد ما فتحوها بشكل اكبر؟ اكيد طبعا، يعني هو النادي الاهلي بيتعامل دايما مع لاعبته ان اللاعب لما بيجي يطلب من النادي الاهلي ان هو عايز يطلع اعاره او عايز يطلع ان هو يحترف بره علشان يزداد طبعا خبره اكتر، هو النادي الاهلي ما بيوقفش قدام اي لاعب، لكن في حاله لو في احتياجات للنادي الاهلي او النادي الاهلي محتاج اللاعب في الفتره دي طبعا ما بيوافقش على اعارته، لكن انما لو في طبعا لعيبه ثانيه موجوده بديله للعيبه دي بيتم طبعا اعاره اللعيبه، عندنا طبعا محترفين كتير جدا دلوقتي، وكمان الاعارات اللعيبه بتروح وبترجع للنادي الاهلي بكل قوه بيطلعوا، علشان بيبقى اللاعب دايما لما بيبص على الاحتراف هو بيبص ان هو عايز يطلع يزداد طبعا من الاحتكاك من القوه، يبقى عنده خبره اكتر ويبدا ان هو بيرجع للنادي الاهلي. وساعات دايما لعيبه النادي الاهلي اللي بتطلع برضو بره او احترفوا بره في دوري الجامعات في امريكا بيرجعوا ان هم يشاركوا معاهم، بينقلوا بقى الخبرات دي وبتستفيد، بيروحوا يلعبوا فتره معينه ويرجعوا. صحيح. في نص طبعا الموسم يرجعوا يلعبوا مع النادي الاهلي او بعد ما بيخلصوا هناك وبيبقى عندهم خبره اكبر وبيتالقوا، لان لعيبه النادي الاهلي سواء مع النادي الاهلي متالقه او لما بيخرجوا بره بيتالقوا مع الفرق الثانيه،
فاكيد بتبقى الفرق مش عايزه تسيبهم علشان يشوفوا قوتهم. وبعدين حتى ممكن تستفيد بالخبرات دي بعد كده أكيد طبعًا. في الاداره يعني طبعًا. فاعتقد هي لا هي الحته دي بقى النادي الاهلي معتمد جدا صحيح. على طبعا ولاد النادي يعني شباب النادي الاهلي او ولاد النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيعتمد على وهم دول ولاد النادي الاهلي. اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه. حلو ده جدا. ونختم بالجمله دي، اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه. نورتنا يا رشاد بجد، وقراءه جميله كالعاده. يا رب ربنا يخليك يا كريم، وانا سعيد ان انا موجود معاكم، وان شاء الله النادي الاهلي يفضل رقم واحد ان شاء الله دايما. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا. طيب بص، كلامنا في الكوره اكيد متواصل، هنتكلم بقى بتحليل كده اكتر عن منتخب مصر ونقاط القوه والملاحظات كمان، وعن استعدادات الاهلي مهم جدا كمان للمباريات اللي جايه، وجوائز الافضل في افريقيا مع ضيفنا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير حضرتك، انا هاند. صباح الخير عليك استاذ كريم، نور الدنيا كلها، ويوم جميل ان شاء الله للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طيب نبتدي بالمنتخب مثلا. تمام. وقبل ما نتكلم عن رؤيتك للماتشين اللي فاتوا سيراليون، وقبل منه ماتش جيبوتي، تعالى نتكلم بشكل عام عن روي فيتوريا والانتصار اللي اتحقق الاخير ده، اللي هو طبعا فوزنا على منتخب سيراليون. ده الانتصار رقم 11 من اجمالي 13 مباراه لعبها المنتخب تحت قياده روي فيتوريا. تمام. شايفه او شايف مسيرته حتى هذه اللحظه ازاي مع المنتخب؟ في البداية طبعا الفوز في أول مباراتين نقطة مهمة جدا أو خطوة مهمة جدا للمنتخب، خصوصا أن يعني كان الكل شايف أن البداية هتكون مهمة قبل سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا في يناير اللي جاي. فبناء عليه كان الفوز في مباراة جيبوتي بنتيجة كبيرة أو مباراة سيراليون خارج مصر أو خارج القاهرة كانت بالنسبه لنا مهمه جدا. روي فيتوريا ماشي مع المنتخب بنسق تصاعدي، بمعنى ان هو في البدايه ما لعبش مباريات كبيره او منتخبات قويه، ما عدا في الفتره الاخيره او في التوقفين الاخر سواء كان منتخب تونس، وهو علق وقال ان احنا كنا محتاجين ان احنا نبتدي بقى نلعب منتخبات كبيره او منتخبات معنى اصح منافسه علشان نشوف وقتها هنكون شكلنا ازاي. بمعنى ان احنا دلوقتي احنا عاوزين نكون احنا الفعل مش رد الفعل، بمعنى ان احنا عاوزين يكون لنا شكل هجومي ومنتخب هجومي، وده اللي احنا معتادين عليه لمنتخب مصر. منتخب الجزائر او مباراه الجزائر بالتحديد مباراه كانت بالنسبه لنا كان تحدي مهم وكبير، خصوصا ان احنا بنلعب منتخب من المنتخبات المصنفه في افريقيا. بجانب ان لو نفتكر كواليس المباراه او الاحداث المباراه، انت لعبت ناقص لاعب شوط ونص يعتبر، وكنت متقدم في النتيجه وكنت ممكن تكسب لولا يعني الاخطاء البسيطه اللي حصلت في اخر المباراه. لكن كانت بالنسبه لنا المباراه دي بالتحديد كانت نقطه مهمه، ومعنى اصح حافز كبير سواء للمنتخب المصري او حتى الجمهور المصري. ففيتوريا ماشي بنسق تصاعدي، وده شفناه في المباراتين الاخرى في جيبوتي وسيراليون. كلام جميل. انا بس عايزه اروح معاك، يعني مش هقف عند فنيات قوي، بس عايزه اروح معاك لمضمون المنتخب. يعني المنتخب المصري قلنا ان احنا العام ده شايفينه مختلف الى حد كبير على يد فيتوريا، كنا نتمنى نشوف التغيير ده على يد مدير يعني محلي، لكن كخطوات اولى رائعه جدا، مفيش اي مشكله. فيتوريا استطاع، وقلنا برضو ان هو يخلي المنتخب ليه قوه، مش بس فرد او اتنين هما اللي ليهم قوه، ويقول لك ده منتخب مصر متمثل في فلان وفلان، وكنا بنسمع صلاح على حد اكبر يعني. فهو قدر رقم واحد ان هو يعيد الثقه شويه الى حد ما للناس ما بينهم وما بين المنتخب، يعيد الثقة تاني ان فكرة ده منتخب مصر مش منتخب اكس او واي. ثالث حاجة يحقق المطلوب منه حتى هذه اللحظة بشكل كبير جدا. لكن يتبقى بقى المنتظر اختلفت فيه الناس، قال لك في ناس انا مطمن لان هو محقق المطلوب منه، ناس تانية قالت لك هي قصتي مش محقق المطلوب منه لان اللي عدى ده سهل جدا، لكن اللي جاي صعب، واللي جاي محتاج تركيز، وانا عندي اخطاء، وانا عندي مشكله في الدفاع، وانا عندي ازمه برضو في ان انا ليه بيوصل المنافس بسهوله واكتر من مره لمرمى المرمى بتاعي. فكل دي حاجات بتقلقك من اللي جاي، وفي نفس الوقت انت
قلقان، يعني مش بس قلقان، انت قلقان من ان انت ما تحققش المطلوب منك، ودي ساعتها هتبقى كارثه حقيقيه. انا يمكن بهول شويه بس هي فعلا كده. نتفائل ولا نخاف؟ ولا في امل كبير على يد فيتوريا وممكن يرجعنا شويه لامجاد ما قبل 2010؟ في البداية روي فيتوريا من المدربين المصنفين على مستوى العالم، بمعنى ان شفنا بيب جوارديولا مثلا بيتكلم عنه، بيتكلم على طريقة لعبه في الفترة الأخيرة. حتى احنا شفنا كان روي فيتوريا كان مرشح لتدريب نادي الاتحاد جدة السعودي، فبناء عليه من الناحية الفنية او من ناحية الإدارة الفنية، فاحنا معانا مدرب قدير ومدرب مميز ومدرب بالزبط. المستويات المحترمة جدا في على مستوى العالم. على مستوى الافراد شايفين ان طريقه اسلوب روي فيتوريا ما بيعتمدش على لاعب بعينه. صحيح احنا عندنا اهم لاعب دلوقتي او في الفترات الاخيره هو محمد صلاح، لكن شايفين في لعيبه سواء محترفين، واحنا بنتكلم على وجود محمد صلاح ومعاه مصطفى محمد ووجود عمر مرموش وتريزيجيه والنني، فشايفين وطبعا ان شاء الله لما يدخل معاهم كمان حجازي وده هيكون اضافه كبيره. فبالتاكيد ان في كذا لاعب في منتخب مصر هيكونوا من يعني عوامل مساعده لروي فيتوريا. بالنسبه لكاس امم افريقيا، ودي البدايه المهمه على ناحيه البطوله الافريقيه، لان احنا شايفين ان احنا حاولنا في الفترات الاخيره ان احنا ننافس على البطوله، لكن التوفيق ما كانش من حلفنا. لكن مجموعه منتخب مصر وجود منتخبات زي موزمبيق او كاب فيردي او غانا مش المجموعه القويه او المجموعه الحديديه، لكن مجموعه تقدر انك تنافس وتنافس على صداره مجموعه، ومنافستك على صداره المجموعه هتسهل ليك الطريق انك تدخل الادوار الاقصائيه وادوار النهائيه، انك تنافس على البطوله القاريه، خصوصا ان احنا شايفين ان المنتخبات الافريقيه بتحاول ان هي سواء منتخبات يعني بنتكلم على القوى العظمى، سواء منتخبات عربيه، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، كاميرون وامثله كثيره، او منتخبات لسه بتعيد نفسها زي منتخب غانا مثلا، فانت تقدر انك تدخل في منافسه معاهم. وده يعني شفناه في فتره التحضير اللي عمله روي فيتوريا، وزي ما ذكرته على مباراه تونس بالتحديد، صحيح ان خسرت، ومباراه الجزائر، لكن في نفس الوقت يعتبر المنتخب المصري دلوقتي اصبح ليه شكل وليه هويه، سواء من ناحيه العناصر الموجوده في المنتخب المصري او الاسلوب والفلسفه بتاعت روي فيتوريا نفسه. طبعا من اهم العناصر الموجوده في المنتخب المصري اللعيبه المحترفين بتوعنا. صحيح. لما يكون عندك منتخب فيه اربع خمس ست لعيبه محترفين مش كافي والله، وعاملين شغل رائع كل واحد فيهم على حده في الدوري الاوروبي اللي هو بيلعب. صحيح. فيه، هل ده لوحده كافي؟ يعني فترات التجهيز والمعسكرات هل بتدي من الوقت ما يسمح لوجود تناغم بين اللعيبه الدوليه وبعض وبينهم وبين اللعيبه المحليين؟ هقول لحضرتك حاجه، هي ممكن تكون ليها ميزه وليها عيب، بمعنى منتخب مثلا زي منتخب الجزائر احنا يعتبر من الاول الجول كيبر لحد المهاجم يعتبر كله محترفين، ما فيش غير ممكن واحد او اثنين لعيبه محليه. لكن منتخب الجزائر شفناه مثلا على بطوله امم افريقيا في القاهره 2019، كان من المنتخبات اللي بتقدم مستوى كويس جدا والفرق المرشحه، وقدروا ان هم فعلا ياخدوا البطوله. المنتخب المصري يعتبر من، لو احنا دخلنا في مقارنه مع المنتخبات المصنفه من الناحيه العربيه سواء منتخب تونس او الجزائر او المغرب طبعا، احنا اقل محترفين، لكن في نفس الوقت احنا برضو شايفين ان الفريق ده او اللعيبه دي بتلعب مع بعض بقالهم سنوات، سواء كان مع روي فيتوريا او قبل كده، واحنا بنشوف مثلا رباعي الهجوم بيلعبوا مع بعض على فترات متباعده بالتاكيد، لكن في نفس الوقت برضو الطريقه او الاسلوب هم لسه متعودين على بعض او عارفين طريقه بعض. المنتخب المصري احنا في حاجه كنا بنتكلم فيها زمان، المنتخب المصري في البطولات المجمعه وهي زي بطوله امم افريقيا بتكون حاجه بالنسبه لنا مهمه ووقت مهم جدا، لان بيكون مع بعض بقالنا فتره، فبناء عليه ده بيكون عامل ايجابي لينا. اكيد في خطط روي فيتوريا طبعا ان هو يعني مش هيخرج عن التشكيل او القوام اللي هو اتكونه، الا اذا لو كان في بقى يعني لاعب فلته بمعنى اصح. من ناحيه المحترفين احنا شايفين المحترفين في حاله مميزه جدا، نتكلم على محمد صلاح بيقدم موسم كويس مع ليفربول، ومصطفى محمد مع نانت الفرنسي، وعمر مرموش، وكمان تريزيجيه، وتريزيجيه كمان في الفتره دي فايق مع المنتخب اكتر كمان مع نادي، شغل حلو قوي. فناحيه المحترفين ماشيين بطريقه وصوره كويسه.
هيدعم لينا الفتره اللي جايه ان شاء الله احمد حجازي عودته مع نادي، وفي نفس الوقت ابتدى يدخل في المشاركه، وهو اللاعب نفسه عاوز يدخل وينضم للمنتخب في كاس امم افريقيا. وشفنا لفته كويسه من روي فيتوريا في معسكر الامارات لما دعاه في المنتخب ودعاه في المعسكر، فدي كانت مؤشر انه ان شاء الله هيكون جاهز مع المنتخب في يناير اللي جاي. العوامل الحمد لله يعني من الناحيه النفسيه الحمد لله كويسين، حققنا محققين بدايه كويسه في تصفيات كاس العالم ومحققين العلامه الكامله، وفي نفس الوقت اكيد في دعم جماهيري ودعم من الاتحاد المصري ان شاء الله نحقق بطوله باذن الله المره دي. انا عندي سؤال، هو احنا بنطمح حاليا كجماهير وكمنتخب وكروي فيتوريا ان احنا نوصل لكاس العالم، ولا في بعد ده؟ يعني اصل حد ممكن يقول لك انا نفسي اوصل لكاس العالم واروح كاس العالم، حلو انت رحت، هل انا هقرر تاني بعد ما اروح اللي حصل في روسيا؟ لان انا ساعتها انا مش عايز اروح، صدقني انا ساعتها مش عايز اروح، ولا انا دلوقتي مفروض اكون على اختلاف كبير جدا وعلى ثقة تانية وعلى اداء تاني وعلى تطوير تاني وعلى مكانة اخرى ان انا اروح، ومش بس اروح، لا انا اروح وانافس واصعد واتأهل وابتدي بقى اظهر بالمشهد اللي يليق بيا، وهل اصلا امكانياتي تسمح بده؟ ولا خلينا نبقى صراحة، انا امكانياتي تسمح ان انا اتأهل واشارك في كم مباراة وارجع مرة تانية. في البداية يعني في البداية طبعا فيتوريا لما تولى المنتخب المصري، الاتحاد المصري اعلن بنفسه وحتى المدرب اعلن ان هو مش جاي علشان خاطر فترة بسيطة او مدة بسيطة، لا هو بيتكلم من فترة لحد 2026، فبناء عليه حضرتك بيتكلم على خطة زمنية محطوطة، وبناء عليه هيشوف وهنحقق ايه. وفي نفس الوقت احنا ماشيين زي ما اتكلمنا على نسق تصاعدي، احنا بنعيد ترتيب البيت من تاني، خصوصا ان الفلسفه او المدير الفني نفسه اسلوبه كان يعتبر متغير شويه او اسلوب متغير عن المدربين السابقين. ففي نفس الوقت احنا شايفين المنتخب المغربي ابسط مثال قدر يوصل نص نهائي كاس العالم النسخه اللي فاتت، بناء عليه الطموح من ناحيه المنتخبات الافريقيه او عموما هتبتدي تعلى، ان احنا ليه لا احنا نبتدي ندخل في منافسه. دي نقطه. النقطه الثانيه على الوصول لكاس العالم، موضوع بالنسبه لنا المره دي اظن ان هو اسهل من النسخ اللي فاتت او الفترات اللي فاتت، لان المنتخبات عدد المنتخبات زادت، وفي نفس الوقت المجموعه بتاعتنا مش المجموعه القويه، احنا بنتكلم على وجود منتخبات يعتبر مش هنقول القويه ومش الضعيفه في الوسط، سواء كان منتخب غينيا بيساو او بوركينا فاسو. ولكن في الاول وفي الاخر المهمة الحقيقية أو البداية الحقيقية بالنسبة لنا هي بطولة كأس أمم أفريقيا. طبعا ناس كتير قوي وقفت عند صدر عن روي فيتوريا والمتعلق بإيقاف الثلاثي أو عدم مشاركة الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، أنت شفت الكلام ده إزاي؟ لازم لما يكون في غلط يكون في رد فعل، ورد فعل كان جاي سريع، لكن في الاول وفي الاخر القرار كان ذكي بمعنى اصح، ان هو ما ذبحش اللعيبه، الباب لسه مفتوح ليهم، لكن برضو هنشوف الفتره اللي جايه هل هينضم ولا لا، وده هيكون واقف بناء على مستواهم وعلى ادائهم في الفتره اللي جايه مع فرقهم، سواء مع نادي الاهلي او مع طارق حامد مع ضمك السعودي. القرار بالنسبه للثلاثي كان غلط، خصوصا ان انتوا لعيبه يعتبر لعيبه دوليه، ليكوا الخبرات وليكوا باع كبير جدا في مع انديتكم، وخصوصا ان في لاعب محترف كمان اديت دور عظيم جدا مع اتحاد جده السنه اللي فاتت، وكنت من المساهمين انك تاخد الدوري السعودي معاهم. فرد فعل كان ذكي جدا من فيتوريا والمنتخب المصري، وحتى شفنا بعدها التصريحات الرسميه من الاتحاد المصري او من المنتخب نفسه، قال ان خروجهم من قائمه المنتخب في كاس امم افريقيا مش نهائي، او يعني ما تمش فيها لسه الكلام عليها، لكن نتمنى ان شاء الله اللعيبه تصحح من اخطائها، وده بيكون من خلال رد فعلهم في الملعب. الحقيقه الثلاثه اهم من بعض بالنسبه للمنتخب. صحيح، يعني بنتكلم في وجود حمان يعتبر ركائز اساسيه مع انديتهم، سواء احنا بنتكلم في حسين الشحات او امام عاشور، يعتبر الصفقه مهمه جدا للفريق الموسم ده، وبنتكلم على طارق حامد، والثلاثي يعتبر يعني مش بنتكلم في لعيب لسه ناشئ او لعيب لسه صغير، احنا بنتكلم في لعيب اصلا المفروض يكون قدوه للعيبه الصغيره اللي لسه هتدخل المنتخب او فرق الناشئين.
طيب هو اخر حاجه انا قريتها برضو عشان ااكد المعلومه اللي قلتها، ان الموضوع تماما غير بات، والقصه كلها ان هي كانت المباراه دي فقط، وهيكونوا موجودين من المباراه القادمه باذن الله. فده ده اللي انا يعني قريته، ده اللي انا اعرفه كمعلومه. صحيح. الشق الثاني وهنرجع له بعد الفاصل كاجابه، لان انا كنت سالتك على قصه المونديال بس انا الاجابه لسه ما وصلتليش شويه. انا بشوف، انا فهمت طبعا ردك استاذ محمد، هي قصه ان انت عندك امم افريقيا وده الاهم وده الغيره، بس انا بشوف ان المدير الفني اللي جاي يعني انت عندك مثلا اربع اهداف، فانا جاي عشان هدفين والاثنين التانيين حاططهم كجنب، انا بالنسبه لي ده مش هو ده الاصح. فانا كمدير فني عندي انا اعتقد ان هو مطالب بالاربع بطولات، مش دعوه هو جاي سواء لما جه مضى ما قالش انا حمضي على امم افريقيا وحمضي يعني البطولات كلها، يعني انا عايز اقدم جديد مع المنتخب. فهنرجع للنقطه دي، لان هرجع اقول تاني انا ما احبش ابدا منتخب مصر يروح ويتاهل وبعد كده يقعد لي ماتش واتنين ويعود مره تانية، لا يليق ابدا ابدا للجماهير ولا يليق باسم مصر بصراحه. هنرجع للنقطه دي، بس خلينا نروح فاصل مع حضراتكم سريع جدا ونرجع نكمل. لسه دردشتنا ما زالت قائمه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، والحقيقه الى حد كبير نقدر نقول ان كلامنا عن المنتخب خدنا، وعايزين بقى نلحق نتكلم معاك كمان شويه. ايه ده؟ نسينا الاهلي فعلا. جايين له بقى، لازم نجيب بقى الاهلي، والاهلي كمان اللي جاي عليه او اللي هو مقبل عليه مش هين. تعالى نبتدي بكلامنا عن توقعاتك ورؤيتك للي هتسفر عليه الامور في ماتش الاهلي ومدياما الغاني اللي هيتلعب في القاهره ان شاء الله يوم 25 نوفمبر. طبعا نتمنى بدايه قويه للنادي الاهلي، خصوصا مباراه هتتلعب في القاهره. مدياما من الفرق، مش من الفرق القويه او حتى يعتبر من الفرق المجهوله شويه في افريقيا. هو كونه مجهول ده بالضروره بيكون معناه ان هو مش قوي؟ مش شرط، ممكن يكون فريق مفاجئ، وده احنا شفنا فرق النسخ الاخيره، شفنا فرق مفاجئه كتيره جدا في على مستوى الفرق الافريقيه سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. مدياما لو تابعنا نتائجه حتى للموسم الحالي في الدوري مش محقق نتائج قويه، هو يعني في مركز ثامن ب 16 نقطه، فريق في اخر جولتين في قبل مباراه الاهلي خسران من اشانتي كاتوكو وخسران من بيركوم تشيلسي 1-0، فهو من الفرق مش من الفرق القويه حتى في غانا، لكن ممكن تكون من الفرق اللي ممكن تكون يعني صعبه من قدامك لو انت استسهلت المباراه. المجموعه نفسها مجموعه على فكره مش سهله، سواء يعني وجود يانج افريكانز او وجود شبيبه الجزائر، لا فريق الجزائري شباب بلوزداد، شباب بلوزداد الجزائري صحيح، شباب بلوزداد من الفرق اللي حققت في النسخه الاخيره في دوري ابطال افريقيا وصلت دور ربع النهائي وكانت في مجموعه قويه، كان مع الزمالك ومع الترجي. يونج افريكانز حتى الوصيف في الكونفدراليه السيزون اللي فات، ولسه كسبان سيمبا يعني الجوله اللي قبل اللي فاتت في تنزانيا 5-1. فيونج افريكانز مش من الفرق السهله في السنه دي، فالمجموعه عموما مجموعه مش سهله للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله نلعب على الصداره ده اكيد، ونحقق بدايه مهمه ان شاء الله وقويه على ميدياما. فانت اللي هتكون صاحب يعني اليد العليا في المجموعه دي، ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق الاهم واهم الصداره ان شاء الله. طب بالنسبه للصداره بقى او بمناسبه الصداره، خلينا برضو نروح لجوائز الكاف والافضل 2023. المفروض في يعني اربع جوائز تقريبا الاهلي مرشح ليهم، وافضل لاعب منهم المفروض يا الشناوي، علي معلول، يا بيرستاو، يا كهربا، كمان مارسيل كولر مرشح لافضل مدرب. فكلها دي امور اعتقد برضو بتسعدنا بشكل كبير جدا. من وجهه نظرك من الاحق مثلا؟ هي سؤال صعب وفي قناة النادي الاهلي بس خلينا نروح، مين من الاربع اسماء للاعبين دول شايف انه الاحق بالجائزه؟ وما تقوليش بقى رد دبلوماسي بقى. لا لا اكيد، لو هنبتدي من النادي عموما، فبنتكلم ان النادي الاهلي طبعا، خصوصا انت بطل دوري ابطال افريقيا. صحيح احنا كنا بنتمنى بطوله الدوري الافريقي تحققها لكن ما حصلش نصيب، لكن لو بنتكلم على الموسم اللي فات فالنادي الاهلي طبعا هو الاحق. مدير فني مارسيل كولر مش على بطوله افريقيا، حقق بطولات كلها السيزون اللي فات، هيكون طبعا الاحق. من ناحيه اللعيبه فوجود يعني معنى صح اكتر من لعيب كان مهم وكان من النجوم السيزون اللي فات، شايف انا بالنسبه لي علي معلول، لانه علي معلول يعتبر مستواه ثابت مع النادي الاهلي من اول ما جه من الصفاقسي لحد وقتنا هذا.
فنتمناها ان شاء الله تكون جوائز اهلاويه. وده يعني ده زي ما بيقولوا كده يعني بلغه الارقام او بالاحداث اللي حصلت السيزون اللي فات، فالنادي الاهلي كان يعتبر واخد الاخضر باليابس السيزون اللي فات. رد دبلوماسي. لا بس جاي وقال علي معلول. لا علي معلول طبعا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ومارسيل كولر باذن الله. علي معلول يعني بيشكل ظاهره الحقيقه بالنسبه حتى لجماهير النادي الاهلي، درجه المحبه استثنائيه، لان احنا بنتكلم على واحد وكانه اتولد وعاش حياته كلها مهنيا في النادي الاهلي، اشترى الاهلي فالجمهور اشترى، ويمكن صح. لا يقل مصري عننا كلنا. معلول من اللعيبه اللي يعني وفيه جدا للنادي الاهلي أوي. وده احنا شفناه، وسبحان الله المركز ده عموما يعتبر فيه لعيبه كتير وفيه، يعني شفناه مثلا معلول وجيلبرتو طبعا. فلعيب وافي النادي الاهلي ده فلافي يا راجل من فتره كان في زياره للنادي الاهلي صحيح. ونتمنى ان شاء الله معلول وده نفسنا يكون من الكوادر النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، واكيد احنا هنشوفناه كده. احنا شفنا كمان معلول في السنين اللي فاتت جات له عروض، وعروض كبيره وعروض من الناحيه الماديه اقوى ممكن من عرضه مع النادي الاهلي، لكن الراجل اللي اشترى الكيان، اشترى النادي، اشترى جمهور النادي الاهلي. الفلوس بتروح وبتيجي معنا صح، لكن الكيان برضه موجود، وده تفكير صح ومنطقي. يا مؤخرا بقت الفلوس بتروح بس قلما ما بتيجي يعني. لا لا والله كده برضه ولا انا بتكلم، لكن والله دي نقطه مهمه قوي. لكن الراجل اختار النادي الاهلي، واختيار ان شاء الله يكون صواب صحيح طبعا، وان شاء الله يكون من الكوادر اللي الفتره اللي جايه النادي الاهلي. استاذ محمد نورتنا والله، قراءه جميله، شكرا ليك. شكرا لحضرتك على خير عن قريب ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي بكل مكان على حسن المتابعه. باذن الله يتجدد اللقاء، نشوفكم على خير، صباح الفل.